قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الدعاء سلاح المؤمن يستقوي به على الطغاة الظالمين ويدعو بالأمن والحفظ لأحبابه الغائبين. ورد في دعاء الافتتاح: اللهم إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. هذا المفهوم ومفاهيم أخرى من دعاء الافتتاح سنتعرف عليها في الدقائق القادمة، ابقوا معنا. السلام عليكم شيخنا، شلون احوالكم؟ شلون صحتكم؟ حياكم الله، الله يحفظكم. اهلا وسهلا. وما تاخرت عليك؟ لا ان شاء الله ما تاخرت، الله طبيعي. شنو اخبار استاذ منتظر يجي؟ عن قريب ان شاء الله يجي. يلا منتظره ماكو مشكله. حياكم الله. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير والعافيه، شلون احوالكم؟ الحمد لله استاذنا الفاضل. الله يسلمك. شيخنا كنت بالسياره دا اسمع دعاء الافتتاح. احسنت. وصار عندي فد كم سؤال. نستثمر الوقت ما دام استاذ منتظر بعده ما جاي. إذا عندكم مجال بالخدمة تفضلوا استاذ علي، تفضلوا. الله يسلمكم. بالدعاء وردت عبارة: إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. يعني ليش الله سبحانه وتعالى برغم كل هذا الجحود من الإنسان يتعامل بكل هذا الحب مع الإنسان؟ سؤال حلو. أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية طيبة لكادر قناة كربلاء الفضائية وللمشاهدين الكرام. أستاذ علي، وبما أنه إحنا في هذه الليالي، ليالي شهر رمضان المباركة، نستثمر هذه الأجواء الروحية من خلال شهر رمضان ومن جوار الإمام الحسين، ذن العبارات اللي ذكرتهن هنا من دعاء الافتتاح، ذن العبارات اللي هنا ذكرتهن من دعاء الافتتاح. دعاء الافتتاح من أروع الأدعية. مقدمة قبل أن ندخل، طبعا أرجيك للكلمات وللفقرات. دعاء الافتتاح من أروع الأدعية الروحية، الذي هو يبين ظهور الإمام، يبين دور ظهور الإمام عليه السلام ودور شيعة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا الدعاء أستاذ علي منسوب إلى الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حسب المصادر كتاب الأقبال صفحة 58، كتاب مصباح المجتهد صفحة 577، مثلا جاء في كتاب الدعاء والزيارات للسيد الشيرازي، مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي. هاي كل المصادر تذكر وتنسب دعاء الافتتاح انه هذا يكون شنو، ينسب الى الامام الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف. كذلك جاء وورد في كتاب السفير الثاني للامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو محمد بن عثمان العمري. طبعا السفراء كانوا لا ينطقون الا عن لسان المعصوم، وكذلك صرحوا قالوا: لو نقطع وننشر بالمناشير وتذر اجسادنا اهون علينا من ان ناتي بامر من عندنا. واذا نظرنا الى هذا الدعاء اللي هو اللي تكلمنا قلنا اروع دعاء اللي هو وارد عن لسان المعصوم، نجد هذا الدعاء يقسم إلى أربعة أقسام. هذا الدعاء يقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو التمجيد لله سبحانه وتعالى،
وبيان عظمة الله وبيان رحمة الله تبارك وتعالى. هذا القسم الأول. نعم، من دعاء الافتتاح. بعدين أرجع للفقرات لسؤالكم. أرجع لسؤالكم. القسم الثاني هو يتناول بيان المنزلة لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وحجته في الأرض الذين عاهد لهم بيان دينه جل وعلا. هذا الجزء الثاني. القسم الثالث من دعاء الافتتاح يتناول المنزلة العظمى لمقام الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والقسم الرابع من دعاء الافتتاح هو يبين لنا التغيير بعد ظهور الإمام ومقام الإمام في أمته. جميل. نعم جميل شيخنا، يعني سؤالنا يعني بالتحديد عن هذا المفهوم، مفهوم أنه المفهوم أنا ما جاوبتك بعد على الفقرة. نعم. أي أنا أيضا عدت لها، يعني هذه الرحمة اللي موجودة اللي يصف بها الإمام رحمة الله سبحانه وتعالى بالتعامل مع الإنسان برغم كل هذا الجحود، برغم النكران والتبغض، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يعني ليش الله سبحانه وتعالى يتعامل ويانا بكل هذا الحب؟ أحسنت. الله هو الخبير، هو اللطيف، هو الودود، هو الرحيم بخلقه. طبعا هذه الفقرة من الدعاء إنك تدعوني فأولي عنك إلى آخر الدعاء، الفقرة اللي ذكرتها، صراحة هذه الفقرات من دعاء الافتتاح تستحق البكاء وتستحق استشعار الندم. الندم استشعار. نعم، وتستحق التقصير. الألم، وفيها حالة من التأثر همولانا والتأسف والأسى على ما يبدر من الإنسان. أحسنتم. لما يصل إليه العبد، لما يصل إليه العبد من مكانه همولانا اللي هو المفارقة بين الذات الإلهية، الرحمة الإلهية، الذات المقدسة، اللي يقول ها إنك تدعوني فأولي عنك. شنو أنت من عبد اللي الله يدعوك إليه وأنت شنو تولي عنك وتتحبب إليه فتبغض؟ فأنت بالعكس، العبد هو الفقير، هو المحتاج لله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، ودائما الفقير المحتاج وين يذهب؟ إلى الغني. فالمفروض العكس، العبد هو الذي وين يذهب؟ يذهب إلى القوي، إلى الغني، يتحبب له، يتودد له، يطلب منه. ولكن قلنا هذه الفقرة تستحق البكاء لعلاقة العبد مع ربه. كيف عند العبد أنه نكران الذات، وكيف عند العبد أنه الجحود، وكيف الله سبحانه وتعالى هو اللطيف الخبير الودود الذي خلق هذا الإنسان وسخر كل شيء، سخر جميع الموجودات لهذا الإنسان، وهو يدعو الإنسان إليه، يقول إذا تقرب عبدي إلي في الحديث شبران حديث القدسي تقربت إليه ذراعا. فالمفروض نحن هذا العبيد، العبد هو الذي يجد وسيلة توصل لله سبحانه وتعالى، وهو اللي يتودى ويتحبب ويوصل ويترجى الله. ليش؟ لأن العبد هو الفقير، هو المحتاج، والله هو له الكمالات المطلقة. تمام. شيخنا أيضا سمعت في نص الدعاء أيضا يقول الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه. يعني حقيقة أنا يعني استوقفت كثيرا أمام هذه العبارة، أنه الكثير من يعني من الناس يعني في أي وقت يختاره، في أي وقت هو يكون يشعر عنده رغبة أن يجيب، يعني ينادي الله سبحانه وتعالى، سيجد أن أبواب الله سبحانه وتعالى مفتوحة أمامه. هل هذا الوقت المفتوح دائما أمام الإنسان هذا يعتبر رحمة؟ الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي عورتي حين أعصي وأنا أعصيه، يعني برغم كل هذه المعاصي الله سبحانه وتعالى يستر ويغطي ويجيب بنفس الوقت الأدعية. هل على الإنسان المؤمن أن يستشعر هذه الرحمة، رحمة أن في أي وقت باب الله سبحانه وتعالى مفتوح؟ لأنه أحيانا الإنسان نجد أن حتى المحسنين في أوقات يكون أبوابهم مسدودة مشغولين عنه، لكن الله سبحانه وتعالى دائما مفتوح بابه. هل على المؤمن أن يستشعر هذه اللحظات بحسب هذا الدعاء؟ نعم،
الفقرة الثانية من دعاء الافتتاح، الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه. ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى يتجلى في ذكر أسماء الله الحسنى، في ذكر أسماء الحسنى. بنفس الوقت الله سبحانه وتعالى همولانا يقول للعبد في نفس الوقت اذكر نفسك. أنت من تذكر أسماء الله الحسنى وتذكر الصفات الإلهية، لله سبحانه وتعالى صفات ثبوتية، صفات كمالية، ولله سبحانه وتعالى صفات جمالية جلالية، كذلك الصفات السلبية له سلب النقصان عن الذات الإلهية. فالله سبحانه وتعالى هذه الذات المقدسة مولانا ماذا يريد من الإنسان؟ يريد من الإنسان عندما يذكر أسماء الله وصفات الله بنفس الوقت في ذات الوقت أن يذكر نفس الإنسان، يذكر نواقصه، يذكر على أنه في حالة الضعف، أنه في حالة الاحتياج، أنه في حالة الفقر. ولذلك الله شو يريد من عندنا؟ لو استطاع الإنسان أن يصل إلى معرفة نفسه وبوصوله لمعرفة النفس درجة يعلم على أنه كل ما يأتيه من خير هو منين؟ من الله سبحانه، من الله سبحانه وتعالى. تمام. وكل ما يأتيه من شر منين؟ من نفسه، من نفسه شر يجي من نفسه. فإذا عرفت نفسك عرفت ربك. فالله تبارك ماذا يريد عندنا؟ يريد من عندنا أن تصل إلى معرفة نفسك، وبوصولك إلى معرفة نفسك عرفت ربك. وهذه من النعم الإلهية على الإنسان، أنه واجب عليه أن يعرف المنعم. وبعد معرفته المنعم منه هو الذي أنعم علينا بهذه النعم، أعطانا هذه الكرامة، إحنا نعصيه لكن هو ها مولانا يسترنا، مولانا يتحبب إنا يتودد إنا. كل هذا فضل وكرامات من الله، وكل هذا شنو هي؟ نعم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول ولأن شكرتم لأزيدنكم. شيخنا أيضا يعني استوقفني بعض المفاهيم في الدعاء، يعني يرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. لو استشعر الإنسان بذاته أنه النافع والضار الوحيد في هذا الكون والمؤثر الوحيد هو الله سبحانه وتعالى، ما قيمة هذا المفهوم لو الإنسان أخذ من الدعاء وفهم أنه لا يؤمل كثيرا ما في أيدي الناس ولا يخاف من الطغاة، وإنما يؤمن حقيقة أن النافع والضار في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، شنو تأثيره على حياة الإنسان هذا المفهوم؟ أحسنتم أستاذ علي. ويهلك ملوكا ويستخلف قبل المقطع قلت ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين. طبعا هذا الكون اللي الله سبحانه وتعالى خلقه قبل أجل خلق الكون، وأكو مستضعفين وأكو طغاة وأكو كذا. إحنا هذه الأدعية اللي هو ذكرتنا على أنه توصل للإنسان، هذه الأدعية طبعا مرة هذا الدعاء نقرأه قراءة ونتلوه تلاوة همولانا ولا نتدبر بمضامينه، ومرة نقرأ هذا الدعاء ونتلوه تلاوة ونتضمن بمضامينه ولا نعيش حالة الانفعال وحالة الطلب والخطاب من المولى عز وجل. فإذا جمعنا ذني وقرأنا الدعاء بلغة فصيحة وتمعنا بمضامينه وعشنا حالة الانفعال الروحي وحالة الخطاب همولانا والطلب من المولى عز وجل، لوصل العبد إلى شنو؟ إلى قمة من العبادة وإلى ضربة من الطاعة. إذن شيخنا الدعاء بحد ذاته بغض النظر عن الإجابة، إجابة الدعاء، ممارسة الدعاء هو عبادة. أحسنتم. فإذا الدعاء شنو؟ هو عبادة يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وراح تستشعر على سؤالك، هل تستشعر؟ نعم راح تستشعر مكانتك من الله، وما هو الفضل الإلهي عليك وأنت عبد تعيش في هذه الدنيا، وكم أنعم الله سبحانه وتعالى عليك وأنت بهذه الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يقول للمستضعفين، هسه استضعفتم اقتصاديا على مستوى بلدان، على مستوى أفراد، على مستوى أشخاص، كنتم مستضعفين. فالله سبحانه وتعالى يأخذ بيد المستضعف بشرط أن يكون المستضعف شنو؟ له أمل قوي بالله والتزام بالله، فيرفعه همولانا إلى العزة. ننتقل إلى يعني ربما سؤال الأخير. ولو إحنا ما كملنا فقرات يعني
في تعريف المستضعفين. نعم. في تعريف المستضعفين، هل هم الضعفاء أنفسهم؟ يعني يروى ويحكى ويفسر أنه المستضعف ليس الإنسان الضعيف. لا. وإنما أكو فرق، الإنسان المؤمن لابد أن يكون قوي وعالم. ما الفرق بين الضعيف والمستضعف لو بينت شيخنا؟ نعم، المستضعف ممكن يكون عنده شنو؟ متمكن مالياً، لكن مستضعف ممكن أن يكون متمكن ثقافياً، ممكن والمجتمع ما عارف قيمته وقدره وما يطيعه. مثلاً المجتمع ما يعرف منزلته، مرة منزلته إيمانه عند الله، عند الإمام المعصوم، كعلمائنا الأعلام واللي هم لهم دور الفعال بنيابتهم للإمام المعصوم. وممكن أنه الطغاة تستضعف هذه الطبقة، تظلمهم، ما تعرف قدرهم، ما تعرف مكانتهم، ما تعرف مدى منفعتهم للأمة. إذن الله سبحانه وتعالى هو ما يكون المعصوم؟ نعم، الله سبحانه وتعالى في الحديث عن المستضعفين لا يشمل الحديث عن الضعفاء، يجب أن نميز. يختلف. نعم، يجب أن نميز. أما الضعيف لا، الضعيف اللي هو ضعيف مالياً، الضعيف جسدياً، طاقات، الضعيف كذا، غير المستضعف. ممكن أن يكون المؤمن مستضعف بس ما يكون ضعيف. مستضعف ولكن قوي، ما يكون ضعيف. مو ضعيف. نعم. المؤمن يكون. المؤمن يكون مستضعف ولا يكون ضعيف. من هذا الجانب ممكن أنه شعب كامل يكون مستضعف. شعب كامل يكون مستضعف على يد دولة طاغية ظالمة تستضعف هذا الشعب، وممكن أن يكون فرد له مكانة وقوي ومؤمن يكون مستضعف على ظالم يحكم هذا البلد يكون مستضعف. وممكن فرد أن يكون بين عشيرة وأفراد يكون مستضعف، لأنه رجل متمكن عنده قدرة عنده يستنقذ البشر، لكن مستضعف من أشخاص ما منطينا دوره اللي هو يستحقه في هذا المجتمع، فممكن أن يكون يعني مستضعف. الآية الكريمة تقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن دور المؤمنين نقدر نعيد ونقول أنه دورهم أن ممكن أن يكونوا مستضعفين بس ما يكونوا ضعفاء. نعم، يعملون على تطوير ذاتهم. نعم، المؤمن ممكن أن يكون مستضعف ولكن لا يكون ضعيف، بل المؤمن قوي وليس بضعيف، ويكون مستضعف بأسباب ما، لأنه من الخارجية، خارجية. نعم، كطغيان فرعون، بنصل إلى مرحلة قال أنا ربكم الأعلى. الله سبحانه وتعالى خاطب نبي الله موسى، وخاطب، شوف اللطف الإلهي والنعمة، خاطب هارون في قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لهالدرجة رغم الطغيان، رغم الطغيان لكن التعامل مع العرف اللي ايش تعاملوا وياه بالليونة، النفع نفع، ما نفع اكو مراحل اخرى. بطغيان سوى استضعف الاقوياء المؤمنين اللي موجودين عند بني اسرائيل. احنا نشكركم جزيل الشكر شيخنا، هذا من وقتكم بالخدمة. احنا بعد استاذ منتظر ما ادري يا ظاهر، رجع عليكم السلام. عليكم السلام.